كلنا الطفل ده جبنا جراوي واحنا صغيرين وربنا كلاب، ومعظمنا بدأ بكلب الجيرمان شيبرد لأنه كان أقرب كلب بالنسبة لنا إن احنا نشتريه عشان إمكانياتنا المادية واحنا صغيرين غير إمكانياتنا المادية واحنا كبار. يعني بمعنى أصح كلب قريب جدا من قلبنا وعلى قد إيدينا زي ما بيقول. بس النهاردة أنا مش جاي أكلمك على الكلب اللي أنت ربيته وأنت صغير، أنا هكلمك النهاردة عن كلب الجيرمان شيبرد اللي أنت فعلا ما كنتش مدرك خطورته كويس لما يكبر. ولو أنت مش من محبين كلاب الجيرمان شيبرد، الفيديو ده كفيل لوحده ان يخليك تقرر تشتري كلب الجيرمان شيبرد. بس قبل ما ندخل على محتوى الفيديو، انزل حالا اشترك في قناه عصابه الكلاب والقطط، وما تنساش تعمل احلى لايك منك للفيديو، ونتقابل بعد الانترو. الكلام اللي هتسمعه النهاردة عن كلب الجيرمان شيبرد صعب جدا ان حد تاني يقوله لك غيري. ليه؟ عشان خبرتي الكبيرة في تربية الكلاب، وبالاخص كانت بدايتي مع كلب الجيرمان شيبرد. عاوز اقولك ان كلب الجيرمان شيبرد عامل بالظبط زي الببغان اللي بتربيه في البيت، على قد الكلام اللي انت بتقوله له على قد الكلام اللي بيحفظه. كلب الجيرمان شيبرد على قد ما بيشوف تصرفاتك على قد ما بيتعلم وبيكتسب منك كل حاجة، سواء الشجاعة او بمعنى اصح لا قدر الله الجبن. وده راجع لايه؟ راجع لحاجه واحده بس، انه من اذكى الكلاب اللي ممكن تربيها او تشوفها في حياتك. كلب عمره ما خرج بره تصنيف اذكى كلاب العالم، دايما بيكون في المراتب الاولى، يعني بمعنى اصح من اذكى 3 سلالات كلاب على مستوى العالم. كلب مش هيستجيب لاوامرك من اول مره وبس، لا، انا عايز اقولك ان الكلب بيبقى فاهمك فعلا حرفيا، وفاهم كل كلمه انت بتقولها كويس. وتعالى معايا بالراحه كده نركن نقطه الذكاء دي على جنب زي الكلب منام كده، ونتكلم على شراسه وقوة فك كلب الجيرمان شيبرد. عاوز اقولك ان كلب الجيرمان شيبرد قوة فكه بتوصل ل 238 رطل، يعني بالكيلوهات 120 كيلو جرام، يعني زي ما بيقولوا كده باللغة العربية عضة لا يستهان بها. عايز اقولك ان كلب الجيرمان شيبرد الكلب الوحيد على مستوى الكلاب اللي قادر ينقل عضاته في 3 مناطق في ظرف 60 ثانية بس. كده انا كلمتك باختصار عن الذكاء وعن الشراسة وقوة العضة، تعال بقى نركن كل ده على جنب واكلمك عن مواصفات كلب الجيرمان شيبرد. عايز اقولك ان الجيرمان شيبرد بيتقسم لنوع ورك لاين وشو لاين. الورك لاين اذكى من كلب الشو لاين، بس انا عايز اقول لك انك لما بتيجي تبيع الكلاب فرق ما بين سما والارض ما بين الورك لاين والشو لاين. الشو لاين اغلى بكتير. ولو انت عامل زي مش من محبين الشوهات، لان انا شخصيا ما بحبش حد يقيم لي كلبي ولا بعترف بورق البيديجري، اما لو عاوز تسمع نصيحتي وتاخد برايي اشتري كلب الجيرمان شيبرد لونج هير شو لاين. اللي يقول لك غير كده فعلا هيخسرك كتير. ما تنساش تشترك في قناه عصابه الكلاب والقطط، القناه رقم 1 الحمد لله في مصر، وما تنساش تعمل احلى لايك منك للفيديو. هتوحشوني جدا، لحد الفيديو اللي جاي اشوفكم على خير، مع الف سلامه.